تنضم إلينا الآن الزميلة أمينة العكاري من أمام القاعدة البحرية أبو ستة. أمينة، بداية صفي لنا المشهد من أمام قاعدة أبو ستة البحرية، لك الهواء. نعم عدنان، أنا تحديدا الآن أمام القاعدة البحرية أبو ستة، أينما يتواجد رئيس حكومة السراج وأيضا أينما يتواجد السراج وأعضاء الحكومة تقريبا. نعم المتظاهرون توجهوا من أمام وزارة الخارجية إلى القاعدة البحرية أبو ستة أينما يتواجد رئيس الحكومة سيد السراج، تنديدا بالحرب التي تشنها فرنسا والتدخل الأجنبي الذي تشنه فرنسا على سرايا الدفاع عن بنغازي. نعم نعم أمينة، يعني إن كانت لديك معلومات عن من يتواجد داخل القاعدة البحرية أبو ستة، إذا كان يعني رئيس المجلس الرئاسي المقترح أو أي موظفين أو أعضاء داخل المقر البحرية. نعم عدنان، أنا حاليا متواجدة أمام القاعدة البحرية، أمامي ما أشاهده الآن أمامي المتظاهرون يعدون بالعشرات يهتفون بعديد الهتافات، من أبرز هذه الهتافات التي نداد بها المتظاهرون الآن هو السراج ارحل ارحل، الشعب الليبي لا يهان، أنت من سمحت بالتدخل الفرنسي والتدخل الأجنبي، أي ما يعتبرونه بذلك احتلالا أجنبيا للتراب والسيادة الليبية. نعم هنالك كلمة لأحد المتواجدين لكن لا أستطيع السماع جيدا، أطلق السماع لأن هنالك العديد من الضجة وهتافات المتظاهرون، سوف أقول لكم بعد قليل هذه الكلمة التي يلقيها أحد المتظاهرين الذي دخل إلى قاعدة أبو ستة وخرج الآن حتى يعطي المتظاهرين ما أبرز ما قاله المتواجدون داخل قاعدة أبو ستة. نعم منذ قليل حاول المتظاهرون اقتحام قاعدة أبو ستة للدخول والحديث مع السيد فايز السراج ومن يتواجد بالمسؤولين داخل هذه القاعدة البحرية. هل هناك أي تأكيدات أمينة إن كان يوجد داخل القاعدة البحرية أبو ستة رئيس المجلس الرئاسي المقترح أو أي من أعضاء الحكومة، هل هناك تأكيدات بمن يوجد داخل القاعدة البحرية؟ تمام عدنان، نقلا أنا ما أقوله الآن نقلا عن المتواجدين وعن الحراك الشعب الذي خرج اليوم تنديدا واستنكارا للقصف الفرنسي على شباب سرايا الدفاع عن بنغازي. نعم يقولون أنه السيد فايز السراج رئيس الحكومة متواجد داخل القاعدة البحرية وهنالك بعض الوزراء والمسؤولين متواجدين أيضا داخل القاعدة البحرية. نعم عدنان. نعم طيب أمينة، يعني قدرت أعداد المتظاهرين بالعشرات، كيف يبدو المشهد الأمني؟ هل هناك ربما عناصر أمنية من داخل أو من خارج القاعدة؟ وأيضا كيف يبدو وضع الطريق الساحلي؟ هل من إغلاق للطريق من قبل المتظاهرون؟ كيف يبدو المشهد الأمني بصفة عامة؟ نعم كما تعودنا في الأيام الماضية هنالك تواجد أمني أمام القاعدة البحرية قاعدة أبو ستة أينما يقيم سيد السراج. نعم هذه السيارات موجودة، ليس هنالك وجود أمني كثيف أو حتى أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون هذه القاعدة. المتظاهرون لم يقوموا بإغلاق الطريق الساحلي طريق الشط، هم يتظاهرون سلميا أمام القاعدة البحرية أبو ستة ويطالبون حاليا برحيل السيد فايز السراج لأنهم لا يريدونه أن يكون شخصا رئيسيا في ليبيا. طيب يعني هل ربما هنالك تواصل او تعرض من قبل العناصر الامنيه للمتظاهرين ام ان المظاهره تسير بشكل سلمي والمتظاهرون في جهه وايضا العناصر الامنيه لا تتواصل او تتعرض لهؤلاء المتظاهرين؟ نعم لا 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 عدنان، لا ليس هنالك تعرض للقوات الامنيه. نعم تشاهد الان القوات الامنيه التي اعتدنا بانها تحرس القاعده البحريه بستة فعلا يحترمون المتظاهرين وايضا هنالك احترام متبادل من قبل القوات الامنيه والافراد والعناصر الامنيه التي تحمي هذه القاعده للمتظاهرين، يتركونهم تظاهر سلمي فعلا، ليس هنالك وجود لاي نوع من الاسلحه وحتى وان كانت بيضاء. نعم بشكل أخير يعني أمينة، لو تذكرين مرة أخرى بشعارات المتظاهرين من أمام القاعدة البحرية أبو ستة. نعم شعارات المتظاهرين التي رفعها اليوم ويرددون بها هم هي عفوا سراج ارحل ارحل، السيادة الليبية تحترم، وأيضا يمددون بالعدوان الفرنسي الذي قامت به فرنسا على سرايا الدفاع عن بنغازي والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا وشابا من خيرة شباب بنغازي. طبعا ما أقوله الآن نقلا عن المتظاهرين. نعم
شكرا لك يا زميلة أمينة العكري من أمام القاعدة البحرية أبو ستة، شكرا جزيلا لك.